طيب لو خدت حضرتك بقى، يعني انا الجمله هاخد الجمله انه انت وصلت الى مرحله ان الاثر يتحدث معك. بالظبط. يشي لك باسراره ومكنونه. تمام. زي ما بيقول. تمام. احنا كنا كويسين في التعامل مع اثرنا؟ كنا كويسين جدا. كنا كويسين لحد امتى؟ لا والله يعني احنا كويسين يمكن لحد النهارده، ولكن بس في شويه هنات. ايوه أي طيب الهنات يبقى دي القاعده بقى كده، احنا كويسين. تعال نشوف الهنات، نشوف الكويسين في امتى. بعض الاحيان الهنات صعبه قوي، في بعض الاحيان بتكون قاتله. طبعا هقول لحضرتك على حاجه، التعامل مع التراث والحضاره المصريه بيرتبط بالثقافه ايضا. ساعات بنقول اما احنا كنا عندنا ثقافه مرتفعه، كان الشعب كله مثقف، يعني رقي الآثار لما أنشئت ليها إدارة للآثار والحفائر كانت لحد منتصف القرن الماضي، في قوة وحفائر وكشف وتوت عنخ آمون والمومياوات منتصف الملكية القرن العشرين، العشرين يعني لحد قبل 52. لحد 50 تقريبا كده، لحد 50. بدأت الدنيا بعد كده شوية، يعني الآثار بدأت تزيد، فبدأ بقى أصبح عبء.